وينضم إلينا من العاصمة اليمنية صنعاء مراسلنا هناك نبيل اليوسفي. نبيل، تحدثت وكالة الأنباء الإيرانية عن تعاون جوي بين إيران واليمن سيشمل مجالات مختلفة. هل ستشمل هذه المجالات دعم الحوثيين عسكريا ولوجستيا؟ نعم هشام، بحسب الناطق الرسمي للحكومة المستقلة أكد بأن المساعدات لن تشمل مساعدات غذائية أو مساعدات علاجية. المساعدات قد تشمل كذلك وصول خبراء عسكريين، كما أنها قد تشمل وصول كذلك أسلحة وتعاون كبير ما بين إيران وبين الحوثيين، خصوصا وأن هناك رحلتين يوميا تصل إلى اليمن و14 رحلة أسبوعيا. معنى هذا أن التعاون سيكون كبير، خصوصا وأن هذا اليوم توجه وفد من الحوثيين بقيادة رئيس المجلس السياسي لجماعة الحوثيين صالح الصماد إلى إيران لبحث سبل التعاون ما بين الحوثيين هنا في اليمن وما بين كذلك إيران. وصول الطائرة هذا تعد هي الأولى من نوعها منذ العام 1979، حيث لم تصل أي طائرة إلى اليمن من إيران، وهذه تعد هي الرحلة الأولى والتي تم التوقيع فيها. هناك كذلك معلومات وصلتنا من مطار صنعاء الدولي بأن الحوثيين كذلك سيبرموا اتفاق خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم مع روسيا وكذلك مع الصين في مجال الطيران. نعم هشام. نعم، هذا على المستوى السياسي. نبيل، ماذا عن المستوى الشعبي؟ كيف تفاعل الشارع اليمني مع هذا التعاون الجوي بين الحوثيين وإيران؟ الشارع اليمني انقسم ما بين مؤيد لهذا التعاون والبعض الآخر وجد بأنه يتخوف من دخول يد إيران، لأن الكثير يرى بأن إيران لم تقدم لليمن مشاريع اقتصادية ولا مشاريع تنموية، ولكن كل ما قدمته هو الكثير في مجال الدعم للحروب خصوصا مع الحوثيين. لذلك البعض تخوف، والبعض الآخر وجد بأن الحوثيين بعد أن خذلتهم الدول الخليجية ونقلت سفارتها إلى محافظة عدن، وجد الحوثيون مبررا للارتماء في أحضان إيران. إذن فقد انقسم اليمنيون ما بين مؤيد وما بين معارض، غير أن الحوثيين بالذات هم من يؤيدون الغالبية، هم من يؤيدون التعاون مع إيران في مختلف المجالات، بينما الآخرين أو المعارضين يجدون بأن هذا التعاون قد يؤدي إلى بروز الكثير من المشكلات هنا في اليمن. ماذا عن التطورات الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء، خاصة وأن هناك أنباء عن حدوث انفجار في العاصمة؟ الانفجار كان بقوته وبحجم قوته كان مرعبا للكثير من السكان الذين تشهد، خصوصا وأن العاصمة صنعاء تشهد توترا في الوقت الراهن مع وجود المسلحين الحوثيين ومع وجود عناصر تعارض هؤلاء المسلحين، غير أن الانفجار كان في محل تجاري يعد من أكبر المحلات للألعاب النارية هنا في العاصمة صنعاء وفي حي شعوب. الانفجار كان عنيفا وتضررت منازل مجاورة بفعل هذا الانفجار للألعاب النارية. لم يعرف حتى الآن الأسباب، البعض يقول بأنه تماس كهربائي والبعض يذهب إلى أن هناك يد فاعلة لذلك، لكن لم يحصل هناك أي جرحى أو إصابات. الكثير من السكان ناشدوا الحكومة هنا وناشدوا كذلك الحوثيين أن يتم إبعاد الألعاب النارية عن العاصمة صنعاء، خصوصا وأنه حدث قبل عامين في محافظة تعز مثل هكذا انفجار وتسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى. نبيل اليوسفي مراسل التلفزيون العربي من صنعاء، شكرا جزيلا لك.